اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، متابعينا على صفحه تكمل العربيه مع كل محل تكنولوجيا ظهريه. بهيدي الجلسه انا باعتباري انه جلسه مهمه جدا. ثلاث ارباع المستثمرين والمضاربين اللي بيتداولوا باسواق الماليه وبيدخلوا بمراكز شراء وبيع خلال الاخبار او النيوز او عند صدور البيانات بيكونوا طبعا متوترين بعض الشيء، لانه المحللين التقنيين طبعا بيكونوا عاملين دراساتهم بحسب الرسوم البيانيه وحسب الاشارات والبيع والشراء اللي حاصلين عليها على الرسوم البيانيه او من الشموع اليابانيه او باستراتيجيه معينه مثل موجات اليوت وغيرها. ولكن لما يحصل التقلب او الفولاتيلتي ترتفع على الاسواق الماليه، خليني اقول وخلال الاخبار، يعني ديورينج على سبيل المثال ان اف بي النون فارم بايرول، او على سبيل المثال الخبر اللي صدر هلا عنا اللي هو انيشال جوبلس كليمز في الولايات المتحده على الساعه 3:30 او 4:30 بتوقيت السعوديه بالضبط، صدرت هلا في الولايات المتحده الانيشال جوبلس كليمز اللي هي حركت بعض الشيء الاسواق الماليه. وخليني اعطيكم مثل على اسعار الذهب. اسعار الذهب سجل انخفاض من تقريبا مستويات ال 1303 دولارات بشمعه واحده اللي هي خمس دقائق، شمعه يعني صغيره تعتبر شمعه الخمس دقائق، اللي هي بشكل سريع نزل وسجل فيها مستوى ال 1298 دولار. طيب هلا انا رح اعطيكم مثل على هذه الشموع اليوم لتعرفوا كيفيه، خليني اقول اذا في حال داخلين بمركز بيع، هل يا ترى بنغلق المركز تبعنا اذا في حال بشكل سريع رجعنا شفنا شمعه خضراء، او بنرجع بنستنى وبننتظر مراكز خليني اقول البيع لنرجع نشوف اشاره بيع عن جديد، او لنرجع ينخفض الاسواق الماليه. طبعا بهيدي الحاله لازم نحن ناخذ قرار سريع، لانه الاشاره الانعكاسيه او الريفرسل بشكل سريع بتكون اذا بندخل على رسم بياني الدقيقه بنلاحظ انه ممكن بشمعه واحده تكون خفضنا بشكل سريع على الاخبار ورجعنا ارتدينا بشكل ما بنقدر نلحق نغلق مراكزنا البيع ونقلب مراكز شراء. فبهيدي الحاله لازم ناخذ قرارات كيفيه خليني اقول تحديد اذا هل يا ترى هذه الموجه التصحيحيه من وراء الانخفاض هي تصحيحيه بالضبط او بالفعل، او هي اشاره انعكاسيه رح يرجع يكف السوق ارتفاع منها. بكل بساطه اللي بدي اقول لكم اياه انه الهيلز اند باتنز، هيلز اند باتنز شو يعني؟ الاسواق الماليه ما بتنزل بهذا الشكل وبترتفع بهذا الشكل، وانما انخفاض بكون في عندي خليني اقول قيعان او طبعا بعضها البعض وقمم او طبعا بعضها البعض. فبتلاحظوا انه عندي خليني اقول هيدي القمم اللي عم تشوفوها اللي بتدل على ضعف الاسواق الماليه والقيعان اللي هي بيكون عم بسجله، خليني اقول قمم وقيعان او طبعا بعضها البعض. وايضا الارتفاعات بتلاحظوا انه ما عندي ارتفاع بهذا الشكل، بينما عندي ارتفاعات خليني اقول بشكل قمم وقيعان ايضا. فبهيدي الحاله بيكون السوق او الاسواق الماليه عم تعطيني اشاره واضحه على انه عندي اتجاه عام صاعد، وانا بكون عندي كمان عدم اعلم بعض البحث بتدل على قوه معينه بالاسواق الماليه، على انه طبعا لازم نحن نعرف خلينا نقول نحدد انه نحن باتجاه صاعد. هلا بالنسبه لي طبعا هذه الكمم والكعان مهمه جدا. ليش؟ على سبيل المثال هلا اسعار الذهب كانت عم تتداول بمرحله افقيه مثل ما عم بتلاحظوا، ارتفاع وانخفاض ولكن منه منتظم، ارتفاع وانخفاض قبل صدور الاخبار اللي هي خلتنا ننزل او ننخفض بهذا الاتجاه. طيب سجلنا قبل الاخبار وقبل صدور البيانات، سجلنا هذه الكمه اللي هي اخر كمه عنا، رجعنا سجلنا هذه الكمه اللي هي اوطى منا، ورجعنا سجلنا هذه الكمه. طيب كثير منيح، وانخفضنا بشمعه دمويه اللي هي هذه الشمعه، وانا في حال بدي كف اتجاه الهابط، انا بالنسبه لي كمحلل تقني بالنسبه للرسوم البيانيه لا يحق للاسعار انه ترجع تخترق هذه الكمه اللي هي اخر كمه انخفضنا منها. اذا في حال بدي اعطيها مجال اكثر وانا راس المال تبعي بيتحمل اكثر، بعطيها الكمه الثانيه. اذا راس مالي بيتحمل اكثر على المدى الطويل، طبعا بعطيها الكمه الثالثه اللي هي الاعلى. فبهيدي الحاله مش بس على راس مبين الدقيقه، انا عم باخذ هلا مثل، مجرد مثل بس لفرجيكم كيف بنعرف اذا اشاره انعكاسيه لازم ارجع اغلق مراكز البيع او انتظر على مراكزي. فبهيدي الحاله هلا السوق فيه بيرجع ينخفض من هون وتكف الذهب اتجاه الهابط، وانا ما اذا في حال ارتدت وكفت اتجاهها الصاعد لتخترق اول قمه عندي اللي هي هذه الكم اللي سجلناها هون. خليني اقول خلينا نحدد الكمم بالنسبه لي، هيدا اول مستوى، هيدا ثاني مستوى، وهيدا ثالث مستوى. فبالنسبه لي الكمم مهمه جدا، اذا في حال اخترقنا اول كمه طبعا بكون عندي اول اشاره شراء ممكن نرجع ننخفض منها، وهذا الشيء اللي كان شبه خليني اقول يعني قليل لتصير، وانما اول ما نخترق هذه الكمه طبعا لازم نفكر بمراكز شراء. فبهيدي الحالة أنا هون بغلق مراكز البيع أو وقف الخسارة بعدله
لا فورا نحطه على اخر قمه قبل، يعني انخفض منه قبل ما صدور البيانات اللي هي طلعت. طبعا بالنسبه لي طالما نحن بعدنا تحت اخر قمه انخفضنا منه قبل البيانات، انا بعدني بالاتجاه العام الهابط وبنكفي هذا الزخم البيع اللي هو بين عنا، ومن الواضح ان الدولار الامريكاني قوي على اسعار الذهب وايضا على اليورو دولار على سبيل المثال اذا بتشوفه. فبالنسبه لهذا الموضوع، الموضوع مهم جدا يعني بالنسبه للمحللين التقنيين، لانه طبعا يعني الخبر لا يكون مثلا على سبيل المثال اسعار الفضه، اسعار الفضه اذا في حال انا قبل البيانات سجلت قمه اثنين وثلاثه، من وراء انخفاض الاسواق الماليه جرت الدينه، من وراء هذا الارتداد طبعا ما تم عندي اختراق القمه اللي هي سجلناها قبل البيانات، فبهذه الحاله بعدنا بالاتجاه الهابط، وبينما اذا في حال اخترقت هذه القمه طبعا برجع بفكر بالاتجاه الصاعد. يعني على طول بدكم تحطوا ببالكم قمه معينه قبل انخفاض السوق او قبل البيانات، بدكم تحطوا ببالكم قمه معينه، هذه القمه اذا في حال تم اختراقها لازم انا اقلب مراكز البيع وارجع افكر بمراكز الشراء عن جديد، اذا في حال ما تم اختراق هذه القمه برجع بكفي ب خليني اقول مراكز البيع وزخم الانخفاض بكفي وبيرتفع. طبعا بهذه الحاله انا اعطيتكم يعني استراتيجيه مهمه جدا، مهمه جدا 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 بالتحليل التقني، القمم والقاعان مهمه جدا لتاخذوها بعين الاعتبار لما الاسواق الماليه ما تقدر ترتفع وفريق الثيران ما يقدر يرتفع ليخترق قمه سجلها الثيران سابقا، وقبل ما يستلم خلينا نقول السيطره فريق الدبب على الاسعار ما بنقدر نكفي اتجاه الصاعد. لو فريق الثيران جرب انه يشد بالاسعار من اخر قاع سجلناه ورا صدور البيانات لمستويات معينه مثل هذه المستويات، عم نواجه مقاومات جديده، فبهذه الحاله طبعا اصبح عندي قمم جديده وممكن نكفي اتجاه الهابط. ولكن اذا في حال تم اختراق اخر قمه اللي هي سجلناها لفريق الثيران، هذا بيعني انه فريق الدبب رجعوا استسلموا وما بدهم انه يكفوا باتجاه الهابط، فرجعت السيطره كامله لفريق الثيران وممكن يكفي اتجاه الصاعد وزخم الارتفاع طبعا يرجع يرتفع ونشوف اسعار او نستهدف اسعار اعلى. هيدا بالنسبه للاستراتيجيه اللي هي استراتيجيه القمم والقاعان اللي بحب على طول اتكلم عنها، وهي خليني اقول بتمثل او بتدل على هيكليه السوق او بتدل على سيناريو مفترض بالسوق ممكن ناخده بكل بساطه من البرايس اكشن او من هذه القمم والقاعان، من دون اي مؤشرات، من دون اي استراتيجيات، من دون موجات اليوت، من دون فيبوناتشي، من دون مؤشر الار اس اي، من دون اي مؤشر ولا متوسطات متحركه، فقط باستعمال القمم والقاعان نقدر نعرف نفسية السوق، إذا هل يا ترى الأسواق المالية أو رسم البيان مبين ضعيف عندي، مين اللي مسيطر عليه فريق الدبب أو الثيران، هل يا ترى رح نكفي اتجاه هابط أو صاعد. فبالنسبة لي طبعا هيدا شيء مهم جدا بالنسبة للقمم والقاعان. إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذه الجلسة، كي معكم المحلل التقني جزاف ظهرية من شركة تكمل. ما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير للفيديوهات التعليمية وأيضا للمنشور تبع مسابقة شهر رمضان الكريم اللي هو عم نقدم فيها جوائز من شركة تكمل لبعض طبعا الأشخاص اللي هي بتربح جوائز من 200 دولار وصلنا إلى 25 دولار في شهر رمضان المبارك. بتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله كان نهاركم مثمر. بشوفكم بجلسة صباحية غدا بشهر تداول جديد أيضا. إلى اللقاء.